بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس وعدد ما وسعه علم الله. أما بعد، ما حدث وما رأيناه من جريمة القتل، ولم نرى من الذي قتل ذلك الرجل، فإن السؤال يبقى: من الذي قتل ذلك الرجل؟ وما الدافع للجريمة؟ ومن هو؟ يقال إن اسمه عايم، وكان رجلا ثريا، وكان له مركز في بني إسرائيل، ولم يكن متزوجا، وليس لديه أولاد. من هذا القتيل؟ إنه ليس من عشيرتنا. انتظروا، إنني قد رأيت هذا القتيل من قبل، ولكن أين؟ لا تلقي الكلام جزافا. صدقني، إني قد رأيته من قبل. انتظروا قليلا ودعوني أركز. لقد عرفته، إنه السيد عايم الثري. ماذا؟ عايم؟ إنني أعرف السيد عايم. نعم، إنه السيد عايم. يا لها من مصيبة كبرى. إن عشيرته كبيرة، وستحدث مشاكل كبرى بسبب قتله. فليحدث ما يحدث، وعلى القاتل دفع الثمن. هيا فلنخبر أهله على الجريمة. إن من قتل عمي سوف يدفع الثمن غاليا، لن أتركه يعيش لحظة بعد ذلك. ولكن هل تعرف من الذي قتله؟ سأعرف، وحينها سيتمنى الموت ألف مرة قبل أن يقع في يدي. ولكن يجب أولا أن ندفن ابن خالتي عييم كي لا تأكله النسور والذئاب. نعم، يجب أن ندفنه، وبعدها نبحث عمن قتله. أيها الساقي، أنت أيها الساقي، فلتحضر لنا كأسين أخريين. إنه كأسك أنت أيها المغفل. لا، إنه كأس الساقي. أيها الساقي، أيها الساقي، ماذا تريد؟ إن هذه الخمر مغشوشة. ليس لدي خمر مغشوشة. إني أقول لك إنها مغشوشة. تشرب منها قليلا حتى تعلم. ليست مغشوشة. وهل حكمت عليها بمجرد تذوقها؟ تشرب منها أكثر. ليست مغشوشة. أشرب 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 أيها الساقي.
اشرب مرة أخرى. ها هي الكأس كلها. إنها ليست مغشوشة. إنك تقول هذا لأنك من صنعتها. خذ هذا ثمن ما شربت، ولن أدفع لك ثمن هذه الكأس المغشوشة. هيا هيا يا صديقي، هيا 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 بنا. هذا ثمن كأسي. إنني أشك فيك يا بنيامين، فأنت كانت لك عداوة قديمة مع عمي. لا تكن أحمق وضع سيفك، إننا قد تصالحنا منذ مدة، وأنت كنت حاضرا هذا الصلح وكان على يد موسى، وإننا نعلم مدى كرهك له. إنك من تكن في صدرك الحقد والكره لعمي منذ الأزل. لا 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 لا. بل يهدأ الكل. ماذا حدث لكم؟ هل سيرمي كل واحد منكم تهمة القتل على الآخر؟ نحن لا نعلم من القاتل. وهل سنظل هكذا؟ لا، إن لدي اقتراح. وما هو هذا الاقتراح؟ أليس بيننا نبي الله موسى؟ نذهب إليه ونحكي له عن الجريمة، ونطلب منه العون في معرفة القاتل. السلام عليك يا موسى. ويرد موسى السلام، وعليكم السلام، ثم يطلب منهم الجلوس. لقد جئنا لك يا موسى في أمر خطير، ونريدك أن تساعدنا فيه. لقد قتل عمي عايم اليوم وألقي في الصحراء، ونحن الآن حائرون ولا نعلم من قتله. نريدك أن تسأل ربك من الذي قتله كي نئد الفتنة التي انتشرت في العشيرة. إن في هذا العمل خيرا كبيرا يا موسى، ولا يوجد أحسن منك في فعله. ووافق موسى على الطلب، ولجأ موسى إلى ربه ودعاه أن يظهر القاتل، فاستجاب له ربه فأمره أن يأمر قوم عايم بذبح بقرة حتى يعلموا من الذي قتل عايم. إنه يترنح. هو يترنح أكثر. لقد وقع. اخفض صوتك أيها المغفل. هيا 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 بنا. وذهب موسى في الصباح إلى عشيرة عايم لكي يخبرهم بما قاله الله بشأن القتيل. هل أخبرك ربك بالقاتل يا موسى؟ ويقول لهم: إنني سألت ربي أن يظهر القاتل، فأخبرني أن آمركم أن تذبحوا بقرة لكي تعرفوا من القاتل. نذبح بقرة كي نعرف من القاتل؟ أجئت إلى هنا لتسخر منا يا موسى؟ أما زلت تمارس ألاعيبك السحرية؟ ويخبرهم موسى أن هذا هو الحق من ربهم،
فإذا أرادوا أن يعرفوا من القاتل يجب أن يذبحوا بقرة. واستعاذ بالله أن يكون من الجاهلين أو إن كان يسخر منهم. وما نفع البقرة في حالة القتل؟ إننا أخطأنا عندما طلبنا مساعدتك يا موسى. بقرة؟ نذبح بقرة كي نعرف من القاتل. ونرى موسى يصبر عليهم ويخبرهم أن حل القضية يكمن في الذبح، وطلب منهم أن يذبحوا بقرة وسيرون النتيجة. يا لبيتي الذي خرب. لا تفعل هذا في نفسك حتى لا يحدث لك مكروه. وهل يوجد مكروه أكبر من سرقتي؟ اسمح لي، هل ما سرق منك كثير؟ كثير، كثير جدا. لا، ليس بكثير، ولكنه كثير عندي. بل تخبر موسى بالأمر. لا، لا تخبر موسى. ماذا سيفعل موسى لك؟ هل سيعطيك ما سرق منك؟ وهل موسى معه شيء؟ إنه عبد فقير. إن موسى سبب كل ما نحن فيه. نعم، إنه سبب كل ما نحن فيه. هيا قم وأحضر لنا كأسين من الخمر. هل تريد أن يخبر موسى أيها الغبي فيكشفنا أمام العبيد؟ لقد زلف لساني يا صديقي، ولا أقصد ما قلت. إن أمر البقرة هنا أمر معجزة لا علاقة له بالمألوف في الحياة أو المعتاد بين الناس. ليست هناك أي صلة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل، لكن متى كانت الأسباب المنطقية هي التي تحكم حياة بني إسرائيل. إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم، وليس استمرارها في حادث البقرة أمراً يوحي بالعجب أو يثير الدهشة. هل حقاً يجب أن نذبح بقرة كي نعرف من القاتل؟ كيف؟ هل ذبح البقرة هو ما سيحل الموضوع؟ إن كان يعرف من القاتل فليقل وليرحنا. إن موسى يستهزئ بنا. إذا كان يستهزئ بنا فيجب أن نجاريه حتى نظهر كذبه. ماذا تقصد بالضبط؟ ألم يقل اذبحوا بقرة؟ فلنذبح بقرة. هل فقدت عقلك؟ لا يجوز أن نفعل هذا. إن فعلنا سنكون عبرة لباقي القوم. يجب أن نذبح البقرة. ولكن أية بقرة؟ فالبقر كثير. سنذهب ونسأله أية بقرة يقصد. موسى، يا موسى. سنذبح البقرة يا موسى. نعم، ولكن نريد أن نعرف أهي بقرة كالبقر الذي اعتدنا عليه أم بقرة ليست مثل البقر؟ ادع ربك ليبين لنا هذه البقرة، فإن البقرة تشابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون